عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محاضرة تثقيفية ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لأئمة ووعاظ ليبيا وطلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر. تأتي الندوة في إطار ترسيخ مفاهيم الوسطية التي تقوم بها المنظمة من خلال فروعها داخليا وخارجيا ومواجهة الفكر المتطرف. وقد ناقشت الندوة العديد من المفاهيم والآليات التي تستخدمها الجامعات المتطرفة لاستقطاب أنصارها والتحذير من هذه الأساليب وما تقوم به هذه الجامعات والتنظيمات من توظيف لشبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب الشباب ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن والاستقرار المجتمعي. شدد المشاركون على ضرورة الالتفات لأهمية حظر المحتوى الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي.